Depuis longtemps et pourtant vous pleurez.
ces moments. Pourquoi pleurer? C'est pas votre terre. Pourquoi pleurer? Protégez vos terres. Arrêtez de nous harceler. Vous n'arrivez nulle part. Arrêtez de nous narguer. C'est aujourd'hui votre départ. Pourquoi pleurer si c'est une terre qui ne vous appartient pas? Pourquoi vous êtes en colère alors que vous vivez la misère? Libérez-vous de cet engagement qui ne vous amène à rien et à nulle part. D'accord, parce que j'ai vu beaucoup de colère, beaucoup de misère, mais ils s'en fichent pas mal. L'essentiel, c'est de narguer, d'harceler le Maroc. C'est ça. Pourquoi pleurer? C'est comme ça qu'on vous répond, mon ami. Nous sommes des voisins, je crois. Hein? Non, on n'est pas des voisins. Entkom mokif. Mokif, entkom tussanido, shu'ub, tahrouria. Ou t'hna chab tahrouri, t'harna b'Fransa, ou bina t'harna b'Espania. D'aïkona, t'khalkouna chab t'mak. Yiddar b'tqatil m'ana. Khalkto chab, khalkto doula. Kima khalkto m'Fransa, b'aytou t'khalkou t'antouma doula. Juste doulat, vous avez fait ce que la France vous a fait. La France vous a créé et vous voulez créer à votre tour un État qui vous appartiendrait à l'avenir, ou deux États. Vous avez, hein? Qui moi la France vous a créé, c'est la France qui le dit, c'est pas moi, c'est pas les Marocains qui le disent. Qui m'a créé comme France, après tout un tour, tu as créé doulat. وانتو ما درتو زوج خلا بوتفليقة قالوا لكم خصكم تعلموا ان بلادكم ما هوش قادرة تنظم كأس عالم واحد باش تنظم جوج كؤوس عالم. اجوردي vous disiez tout le temps que vous n'êtes pas concerné et vous n'êtes pas impliqué, c'est question de principe. مسألة موقف هاد الصحبة لا تعنيكم وليس لكم اطماع. مادام ان ليس لكم اطماع وان المستعمر اللي كان مستعمركم واللي خلقكم واللي صوبكم واللي قادكم واللي بنى لكم البلاد وعطاكم كلية على ماء قال الصحراء المغربية، ومادام ان المستعمر السابق للصحراء المغربية الغربية قال ان الصحراء المغربية وانتم اللي بنات ما با انتم ما عارفينش كاع شنو كديروا، وزاد بيردو باخين اتاشي انكم تحرضوا الصحراويين باش يطوروا ضد المغرب وباش يجاهدوا ضد المغرب وباش يديروا بحال حماس. سمعتي دابا البوق ديال الكابرانات، البوق ديال لا دي ار اس ديال اللي كيقول الصحراويين نوضوا جاهدوا ديروا بحال حماس. حماس فين وصلت؟ وي تاريفي حماس راه ديمولي توت تو غزة. يا با دو بي دوبوي 1948 وصدعوا حماس يلاه تكريت، ولكن دوبوي 1948 كو سا كونتيني. Si l'Algérie vous a créé, Israël a créé aussi Hamas. Et vous le prenez comme exemple. Là, il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante. يقول لهم سيروا جاهدوا ضربوا حروا بلادكم. هذه راه بلادنا السي محمد، هذه راه بلادنا، كيفاش يحروا بلادهم؟ هذه راه بلادنا هذه. حتى هو حتى الصحراوي ديال الداخله والكويره حتى هو راه بلاده، حتى الوجده، حتى السعيديه طنجه، حتى هو يقول لك وجده راه بلادنا وطنجه راه بلادنا وكذا، حتى حنا راه الصحراء اللي هي راه بلادنا هذه. كيفاش هذه نوضوا حروا بلادكم تحرضوهم زعما؟ ها؟ Ils n'arriveront à rien du tout. Ils diront quelque chose d'escarmouche ou d'action, mais ils diront. Ah.
رحت شي قناة جزائرية أحسن لك، أش كدير هنايا؟ جاي تبكي هنايا عاوتاني، تعلق لي ديك الشرويطة ديال إيميلي بيسكون، وان تو تري فيف إيميلي، ها؟ وأنت ميصالي الحاج، راه ميصالي الحاج، راه تبرأ منكم. ميصالي الحاج ومفدي زكريا تبرأوا منكم، اللي كتب لكم النشيد الوطني تبرأ منكم، كان من فينا فيه بوخروبة، نفاه. هو ميصالي الحاج، وفي الآخر داروا قال لك جيبوا ندفنوه هنا. جيبوا ميصالي الحاج نسميو عليه مطار ميصالي الحاج اللي كان سميتو مطار العقيد لطفي ولا مطار زناتة، سموه مطار ميصالي الحاج. السياسة ديال هذيك الخرقة اللي صوبتوها من الإعلام ديال البوليزاريو، من الإعلام ديال فلسطين، ودرتو فيها النجمة والهلال ديال تركيا ديالكم. إيميل بيسكون هو المؤسس، هو الكرياتور. إيميلي بيسكون لا فام دو ميصالي الحاج، ميصالي الحاج راه تبرع منكم، مفدى زكريا تبرع منكم، وكاع الناس اللي كانوا كيجاهدوا باش تحرر الجزائر كاع قتلهم بوخروبة، وجايين عندنا حنا هنايا تحرضوا الصحراويين، نوضوا قاتلوا نوضوا جاهدوا نوضوا كذا. لو كان الصحراويين تبعوا الجزائر كون راهم في لا ميزيغ نواغ اليوم، كون راهم في الميزيريا كحلة، راه مرضيين الوالدين اللي التحقوا ببلادهم وسمعوا إن الله إن الوطن غفور رحيم. والله الا مرضيين الوالدين بالله اللي ما تبعوكمش. تحيه للصحراويين اللي عاقوا وفاقوا بكم، تحيه ليهم بصراحه، جو لي ريسبكت. سمعت جو لي ريسبكت، وكنحييهم ان عرفوا مصلحتهم فين كاينه. اليوم نتوما كتهربوا من بلادكم بالالاف، 4000 5000 كتهرب تهرب في النهار، وجايين عند المغرب، جايين للمغرب دابا يقول لهم حار يا غدي زرت. يا والله انا اللي ما يحشم هادشي اللي كنقولو. السلام عليكم السي الغوتي، لاباس؟ مش بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. اسبريس قالت لك مسيرة حاشدة بالدار البيضاء تنجيدا باغتيال هنية. بدا عاوتاني خصهم غير على شي يضربوا البندير هنية، اللي فين ما لقى شي فرصة يمدح في الكلام ديالها. وقف قال لك الخميني، قال لك الزعيم ولا الإمام الخميني سماه كاع، قال لك شهيد القدس وقاسم سليماني القتال الذباح السفاك، قال لي شهيد القدس باش تعرف علاش العرب توخروا وعلاش المسلمين توخروا. إنهم تيكذبوا، إنهم تيكذبوا دغيا دغيا، يكذب ودغيا يتملق ودغيا يزير ودغيا يزور. السي الشهيد دابا خصنا نرفع القضية، دابا خصهم يبقاو في الواجهة، أي مناسبة يستغلوها باش يبقاو لا بوبيلاريتي ويبقاو موجودين ويبانو زعماء. هما راه ما عندهمش برنامج اللي يفيد المغرب، عندهم برنامج تياري، عندهم برنامج إيديولوجي، والإيديولوجيا راه ما توكلش الخبز اليوم. حنا بغينا برنامج عملي، عملي. شنو غتعطيني من المشاريع وشحال غتوظف ليا تخلق ليا مناصب شغل للمواطنين؟ المواطن راه ما كيتسناش دابا الصدقه تقول لي حقا نديرو نبقاو نديرو الزكاه. المواطن خصو هو تشات عليه فلوس، هو اللي خلصت عليه فلوس باش يصدق. خصنا برنامج عملي، خصنا ان بروغرام ريال. هادشي ديال الشعارات وديال التيارات وديال هادشي التخربيق، هادشي راه لي بيغ دي طون. المواطن ما نضلش غادي يلعبوا لي على دماغه. هاو ما يشدو كاع هاد الغوفرنومون ويشدو، شنو هو البرنامج؟ شنو غيديروا لينا كاع؟ شنو غيديروا لينا؟ شنو غيديروا؟ شنو هو البرنامج اللي عندهم؟ هادشي راه كلشي اغراض سياسيه، ما عندهم غرض بهادشي. هادشي كامل المسيرات وهادشي ديال التخربيق هذا التضامن، راه خصهم يديروا اوليو اللي باش يديروا مسيره، يديروا دعوه ضد ايران اللي ما حماتش داكشي، وخصهم يديروا مسيره ضد ايران اللي ما حماتوش. كيفاش هاد القضية؟ هو في إيران مقتول
ودير مسيرة في المغرب وتندد بكذا وكذا. ندد بإيران، ندد بإيران اللي ما وفرتليش الحماية، ما راش في المغرب أخويا، ما قتلوش في المغرب، راه جا للمغرب وما وقع ليه والو. ها أه؟ لا هو ولا كل شيء جو هنا الوقائع. اليهود عندهم 30 بري نوبل سيونتيفيك، 30 جائزة نوبل علمية. اليهود باش نديرك في راسك مزيان، اليهود عندهم 30 بري نوبل سيونتيفيك. جيكا يضربوا بنادم اللي راه اليوم عطاني ديكلارا وداك محمد الطيف بأنه قتلوه، استخبارات مجهدة، ماتريال مجهد سوفيستيكي، اختراق ديال واخا هاد المسألة ديال هانية أنا باينة للعور بأنه إلا ما قتلته إيران باش تخلص منه، لأن ربما ستاتون مين دو سيركي خايفة عليه، راه دارت عملية ديال المقايضة مع إسرائيل. واش شكون فيهم اللي قتل؟ واش نصر الله ولا الحوثي ولا راه بدات كل خويا غادي يقول له زاد غير سني ما فيه ثقة، سني عندهم يعني مباح دير فيه ما بغيتي، مباح حاجة تعتصبوا. ايوا القاطع راه غادي عوض ما يسول الرسول أسئلة بسيطة بسيطة عباد الله ديال لو بون سونس اللي عند أي إنسان عنده عقل. علاش تقتل في إيران؟ علاش ما تقتلوش ما فينا وما تصور ديال لو غيد؟ فينا هما لي ديكومبغ ديال هاد البلاصة فاش كان؟ شي بقايا الصاروخ؟ ما كاين والو. أكثر من ذلك الإخوان المسلمون والمتأيرين اللي مع إيران تيقلبوا لهم في الأعذار، ما بغاوش يكستيونيهم، لا لا تيدافعوا عليهم ويقلبوا لهم في الأعذار وتيتهربوا كاع من الإحراج ديالهم. ويخرجوا عليا في المغرب والله لا يومنا نار من هذه الحالة بالله. أنا كنت بعيد على المغرب وشفت داك الشيء، والله ما نصنف المغاربة إلا في خانة الإرهابيين الدمويين. سميتو راه هاد الطريقة باش غادي الأمور ماشي هي هاديك. دابا قالك خارجين تيقول لك الدول العربية خصها الدين، سيخرجوا بإدانة. الله أكبر، وأنا شحال ناس ما كانش شاد الدين نهار كانوا الحوثيين تيضربوا في الإمارات ويضربوا. وحنا دابا حاليا حنا في حرب، دابا رانا في الجزائر عن طريق الابواق ديالها كتقول البوليزاريو ضربوا المغرب وهاجموا المغرب داخل العيون وداخل السماره وداخل الداخله وداخل بوجدور وداخل الرباط وداخل مراكش، ديروا عمليات. الجزائر حاليا كتقول لهم ديروا بحال حماس، حنا حاليا حنا في حرب، علاش ما ينوضوش يديروا ادانه لهذا الشيء؟ ما يديروش مسيره التصريحات ديال وزير الخارجيه وديالهم هما اللي هما كيعيطوا للسفير ديالهم يديروا واحد الادانه يقولوا لماذا الجزائر تعاكس المغرب في استرجاع اراضيها المغتصبة؟ لماذا؟ علاش ما يديروش مسيرة؟ لأن التحركات ديال الجزائر بعد اعتراف فرنسا راها مشينة للمغرب، وراها عداوة عداء باين داكشي باين، اللي ما يشوفش باين من وضي القيامة والصداعات الراس واللابريس ديالهم ولي كونفيرونس دو بريس الوزراء يدوي المخابرات ديالهم. علاش ما ناضوش؟ ما جاتهمش الغيرة على بلادهم؟ علاش ما جاتهمش الغير على بلادهم ويديروا وقفة احتجاجية ضد تدخلات الجزائر في الشؤون المغربية؟ هذه شؤون داخلية، حنا استرجعنا الصحراء المغربية ودبلوماسيا جعلنا الدول تعترف بمغربية الصحراء، والجزائر تعاكس وتشكي وتبكي وتغوت هنا وهنا وتدور هنا الصحافة ويحرضوا الصحراويين عن طريق بن سديرة، نوضوا قتلوا نوضوا ضربوا نوضوا ديروا، ورا بلادكم ويا راه بلادنا ما كيدافعوش عليها وكيهضروا عليها نهائية ولا عندهم رمز. ورا ماتوا عندنا حنا ابطال، راه ماتوا الالاف ديال المغاربه مساكن، الالاف ديال المغاربه اللي ماتوا في الصحراء، واش ما كتذكرهمش هما؟ انا المغرب هو اللي قتل هانيه، دار لي المسيره هنا وطلع لايران، سير عند ايران سير عند السفاره ديال ايران لفرنسا ولا فين، وقف في كاين السفاره وقف تماك وندد
ندير بالمؤامرة ديال إيران، ندير أن إيران مؤامرة، إيران لم تحمي ووفرت شروط جميع الشروط لاغتيال هنية واغتيال الأمثال هنية، ودائما إيران في خدمة إسرائيل. واش هاد الناس ما بغوش يفهموا؟ إيران ضرورية في اللعبة عند أمريكا، ضرورية، والناس باغين يفهموا، باغين يبردعوا المغاربة. والعاطفة ديال الدين، راه الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما وصلناش هكذا، راه الإسلام راه ماشي هو هذا الإسلام، وهذا راه يسيء إلى الإسلام، هادو يسيئون إلى الإسلام. الإسلام راه هي تصرفات، هي حياة يومية كنشوفها فيك، كنشوف الإسلام نشوفه فيك، ما نشوفوش الشراء الشعارة والغضب والغوات وديروا وقتل، هذاك كتبان تيروريست. وهنا كيعطيو ليماج للعالم أن المغرب هو يساند الإرهاب ويساند التطرف ويساند، ما سي با في، نوض على بلادك، نوض على قضيتك، راه الصحراء ديالك أبنادم، الصحراء ديالك حتى الكويرة، وضيعتك الصحراء الشرقية، كون عندك شويه ديال القلب وكون عندك شويه ديال النفس وفكر في بلادك، فكر بلادك اللي مشى منها 3 فوا لا سوبرفيسي اكتيير دي ماروك، 3 مرات مساحه المغرب الحاليه هي تحت اداره الجزائر، سلمتها ليها فرنسا 3 فوا، برج شمال مالي، برج باجي المختار، اضرار بشار، المقاطعه دي بالدائره الثوره، بني ونيف، القبناصه، العبادله، تيندوف، بالمناطق ديالها كامله، 3 مرات مساحه المغرب كاينه تحت الاداره الجزائريه وهي ارض مغربيه. نوض هضر عليا انا كنت راجل، نوض على هذيك الاراضي ماشي مقدسه، نوض ولو بقلبك كما قالوا، ومن رأى منكم منكرا فليغيره ولو بقلبك، غير نوض وقف قول لهم ان هذا منكر، فرنسا داتنا اراضينا، بينما كتجيك الغيره وتجيك كذا على واحد، انا دابا هذاك هو اللي غادي، هذا هو اللي يوقف لو ديرني جوجمون، هذو يوم العقاب والحساب هو اللي غادي يوقف يقول لهم الناس وقفوا معايا تزخلوا من الجنه، افو ميلونجيتو، كتخلطوا كل شيء صراحه، كتخلط حتى الدوله طالقه، سي با نورمال، وقف على مصلحه البلاد ديالك هي الاولى، ولكن هذوك راهم في عالم اخر، جروا القطيع ديالهم وجروا، هما الغرض ديالهم هي يتمكنوا منا، خصهم غير يتمكنوا منا باش يفرضوا علينا الديكتاتورية الدينية ديالهم اللي هي ماشي مسالمة، ماشي هي سليمة، يتمكنوا لك من جميع، خصهم يشدوك، خصهم يقبضوك ويتحكموا فيك، وما تقدروش، الملكية حبسهم، الحمد لله اللي كاينة الملكية، والملكية هي العائق ديالهم، وإمارة المؤمنين عند الملك هي اللي انا هضرت على سبته، عندك الحقيقه جزائري، يا هضرت على سبته ومليليا، يديروا وقفه حجيه على سبته ومليليا حتى هي كذلك، سبته ومليليا راه غير هنا جوج خطوات، وفلسطين راه غادي ميلي دو كيلومتر، يهضروا عليها وفي السعوديه، دابا بغيتو السعوديه والامارات تخرج دينا الاختيار، وشكون قال لنا كاع بلا قتلتو اسرائيل اصلا؟ دابا شوف سي الشاي، هادو ما عندهم، ليس لهم ما يقدمون الى المواطن المغربي، ليس لهم ان برودوي، ما عندهمش ان برودوي يعطيوه لك، ما عندهمش انتاج يعطيوه لك، يقول لك فوالا حنا هاو البرودوي اللي غادي نعطيوه للمغاربه باش يخرجوا من دائره الفقر والتبعيه الاقتصاديه والاجتماعيه والتكنولوجيه والسياسيه والى ذلك، ما عندهمش ان برودوي، اللي عندهم هما افكار، عقيده، تيار مترسخ فيهم، عندهم عينين كيشوفوا حوايج اخرين بغاو يفرضوهم على باقي المجتمع المغربي، وهادو هما لي زوكازيون كنلابيل لي زوكازيون، هادو هما الفرص الذهبيه باش يبانوا في الواجهه، ما يبانوش بنتوج، عطيني ان برودوي، لو برودوي الدين، راه سي اون كيستيون بيرسونيل، الدين العباده مساله شخصيه وفرديه كلها، وين شعلك بغيتو غدا يوم القيامه غادي نتحاسبوا واحد بواحد، ما غاديش نتحاسبوا جماعه ولا حسب الجنسيه، على باسبورك انت يا مغربي دخل اجي من هنايا درتي ودرتي، ما كان لا باسبور لا والو من القيامه، ما تبقاوش تخلطوا لعباد الله داك الشيء وتدخلوا لهم الدين وكذا، هادو مسائل دوليه، هادو صراعات دوليه، علاش كتدخلوا فيها المغرب؟ المغرب راه ديجا في صراع مع الجزائر اللي صرفت الملايير باش تسقط الملكيه وباش تقسم المغاربه، وانتم فين وحنا فين؟ انتم فين وحنا فين؟ ها؟ Toma fin, pourquoi vous perturbez la bonne marche du Maroc? Pourquoi vous donnez l'impression aux gens et la sensation d'autres gens que le Maroc, dans le Maroc, il y a l'insécurité? هذا كتعطيو إحساس الناس على أنه المغرب غير آمن. المغرب غير آمن لأن فيه تطرف. لأن فيه تطرف لأن الطارقة بلا مونكات بلا والو، ما عرفتي شكون قتلو، ما عرفتي والو، غير دير مسيرة في الدار البيضاء، ومالها الدار البيضاء؟
اش من ندير مدار الدار البيضاء تحبس كاع كاع دابا نخرج الدار البيضاء عندنا رونديفو ديال الطبيب عندنا رونديفو ديال الخدمه عندنا رونديفو ديال الادارات بقاو كلشي مسدود دابا الدار البيضاء لو خرجوا تلقى كاع غادي تسدوا ها اشياء بزاف خص الدوله ديال خص الدوله دير لنا حد لهادشي هذا دير لنا حد لهادشي بغيتي دير مسيره خرج لواحد البلاصه خاويه بعد من المدينه وسير في شي بلاصه خاويه ما فيهاش مصاريع عامه وما فيهاش مصاريع اداريه ما فيهاش مستشفيات ما فيهاش خدمات وسير اخويا وقف نهار كامل تماك اما تجيني في لافيل وانا باغي نشوف طبيب وباغي نشوف اداره وباغي نشوف الوكاله العقاريه باغي نشوف محكمه تجاريه باغي نمشي للكوميساريه انت تجي توقف ليا كاع الدنيا لا ما تخربيق هادشي المغرب هو اللي واكلته ما عرف شنو هادشي الناس هذا هاد المسلمين ودي السي الغوتي يعني انت والله ما كانش الاسلام الشيء قسما بالله هادو عندهم هذه اوكازيون باش يبانوا في الواجهه لان ليس لهم ما يقدمون الى المواطن المغربي الا مجموعات من التعليمات والتدوينات صافي غيهضر لك على يوم القيامه وعلى كذا وعلى كذا ويدرحك ويبرحك وما يقضي لك حتى غرض ويزونتي كلهم كانوا شادين كلهم ولكن تمكنوا الدوله توقف لهم اللعب تمكنوا من المواقع الحساسه ولاو كيخرجوا يديروا اللي بغاو يعني عشان نقول لك بالدارجه ديالنا كما تيقولوا يستاهلوا الحاله اللي فيها يستاهلوا الحاله اللي فيها ما يصلحوش الحضاره يستاهلوا يكونوا عبيد ويستاهلوا مازال رحموا غادي يرحموهم من الغرب اما كنت المنطق ديالهم راه يشفقوا بهم الارض ويعلقوا لهم السناتر في العناق يا العقوله صاحبي ما كاينش اللي يفكر عقله كلشي من دافع يا الله دير سيغوتي راني صايب شي شويه وتنهضر ازير ما كاين مشكل الله يعاونك تما انا ديك هاز بريس هذه سيره حاشده سيري تاو دير راسك الله ينعم جدكم كاع الصباح يا ودي هما عايشين في البدخ وعايشين في الرفاهيه ولاباس عليهم هما مدبرين على راسهم مبرعين مع راسهم والمغاربه باغيين بغي نديهم حمام ديال الدم السلام صباح الخير سي الغوتي شكرا على هذا اللايف اللي دير دابا صيفط لك واحد الخبر غادي يرد الجرب في تويتر وفي المواقع الايطاليه ودخلت كاع الحكومه اليمينيه دخلوا طرحوا اسئله في البرلمان الايطالي من عند الحزب الحاكم الاحزاب اليمينيه لان طرات واحد الفضيحه في الاعلام الاولمبيه ديال واحد الملاكمه ايطاليه تلاقات مع داك المتحول الجنسي ديال الباراغيرو اللي مشارك في الاعلام الاولمبي ايمان اللي كانت منع هو كانت منع من هو يشارك في الألعاب في بطولات العالم الأخيرة فاش داروا ليه التست تلقاو أنه داكار ودابا ما عرفت كيفاش دوروها كولا ساعة وثاني في هاد الألعاب الأولمبية وسمحوا ليه يشارك برغم أنه تمنع لأن كانوا لقاو في التحاليل هذا لقاو أنه داكار عنده دوك الهرمونات وداروا ليه التست قلبوا ليه الجسم ديالو لقاو أنه متحول جنسي ودابا الايطاليين راه منوضين ضجه دايرين دي بيتيسيون دايرين دي الاعضاء في البرلمان الايطالي طرحوا اسئله في البرلمان دخلت المواقع ديال التويتر الايطاليه راه تيرا محيحين وتيضوتوا وتيستعملوا تيعتبروها ان اللجنه الاولمبيه الدوليه تدير العنف ضد النساء الناس تدخل المرأة دير الملاكمة مع رجل وراه صيفط لك واحد التصاور دابا ديال هاد الملاكمة الإيطالية وداك المتحول الجنسي ديال القراقيم غير من الفيزاج بدا كيبان شو أخرى تتبان فيها الأولى وتا مسكينة ديك الملاكمة الإيطالية هاديك راه ما باينة مرأة نساء تدخل المرأة دير الملاكمة مع رجل وراه صيفط لك واحد التصاور دابا ديال هاد الملاكمة الإيطالية شفتها تحول جنسية القراقيم غير من الفيزاج بدا كيبان
مسكينه ديك المولا كيما الايطالي كلها هنوسه اخر داكار دخلتي باغي يشارك مع النساء في الملاكمه كارثه فظيعه عاد راه كل شيء تيهضر عليهم في 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 المواقع دابا في المواقع الايطاليه في في تويتر في الدول. واش هذه مقابله نهائيه ولا كاليفيكاسيون؟ ايطاليا تدارت ودارت شكايه والصحافه الايطاليه هي ربحيها وربما باغي كاع يعرفوا هذا هو ضد هاد الجزء الاولمبي اللي كيف سمحات لداكار يدخل هذا وتمنع فتي ممنوع يشارك في الالعاب في بطولات العالم كلها كما وكيفاش تسلل لهم لهاد البطوله هادي. وراه ديك المسكينه ديك المولا كيما الايطاليه صيفطت واحد المورسو ديال الماتش يتلعب راه تلعب قويه بيا ما كانتش باغا تشارك كانت باغا تنسحب وخافوا كاع على العقوبات المولا كيما الايطاليه وهذا وقع لي شاركات ولكن قدرات هي شاركات واحد 30 ثانيه وانسحبت ما بغاش تكمل الماتش اذا زيد داك دخلت شاركات وانسحبت صافي قالت لهم انا ما شاركش بلغت مع داكار وفي الاخر بقات تبكي مسكينه.